أهلا بكم من جديد. من المعروف في الأردن وجميع دول العالم وبشهادة الجميع أن القطاع الصحي في الأردن قد حقق سمعة طيبة ومشهودة له بالحرفية والمهنية العالية، وأن الأطباء في الأردن قد حققوا أيضا إنجازات يفخر بها كل مواطن بهذا البلد على المستوى العلمي والمهني، كما سجل العديد منهم براءات اختراع للعديد من الأدوية والأمراض السارية في كافة دول العالم. لسنا هنا بصدد الحديث عن إيجابيات هذا القطاع فحسب، لكن يجب أن نتحدث عن السلبيات التي يعاني منها القطاع ويلمس أثرها المواطن بشكل خاص. فعندما يتوجه المواطن للعلاج وخاصة في المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية، فيلمس ما يزيد ألمه ألماً، فمن نقص الأدوية والعلاجات المقدمة إلى نقص الأسرة. وكذلك الأمر بالنسبة للمواعيد الآجلة التي تعطى للمراجع، فهي طويلة الأمد، ولربما يزيد مرضه مرضاً ولم يحن الموعد المعطى له. كثيرة هي المشاكل والصعوبات التي يلاقيها المواطن لأخذ العلاج اللازم، وكثيرة هي الشكاوى التي يتقدم بها إلى المسؤول وبدون جدوى، فيقف مكتوف الأيادي لا يستطيع أن يذهب إلى المستشفيات الخاصة نظراً للأسعار المرتفعة التي تفرضها عليه، فإما أن يتحمل وإما أن يجلس ببيته منتظراً قدره. لنتابع التقرير التالية التي أعدها الطلبة في كل من معان والكرك والزرقاء. تحتوي محافظة الكرك على 6 مستشفيات، منها 3 حكومية و3 يملكها القطاع الخاص و87 مركزا شاملا وأوليا وفرعيا، إلا أن الخدمات الصحية في المحافظة ما زالت تحتاج إلى تطوير وزيادة حجم استيعابها للكم الهائل من المراجعين والمرضى بسبب الزيادة السكانية السنوية في مختلف ألوية المحافظة. والله المستوى الصحي في الكرك كان متدني، صارت معي مشكلة قدام فترة ودوني على المستشفى قطبوا راسي، بس طلعت المستشفى غيبت، يوم ما رد صور راسي أنه معي كسر في الجمجمة. خدمات صحية ما فيه، كادر طبي ما فيه، بتقعد تدور على ممرضة وعلى دكتور 3 ساعات في المستشفى، خدمات نهائية ما فيه، يعني بروح على بيطر أفضل لي، صارت الناس تروح على الخاص، تأمين ما له فائدة. رغم وجود عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية في الكرك، إلا أن معظم الحالات يتم تحويلها إلى مستشفيات في عمان، وذلك لعدم توفر أجهزة وكوادر طبية متخصصة. محافظة الكرك بعيدة عن المركز، عن العاصمة، وبالتالي عندما يعني يحصل حادث مسافة طويلة حتى يصل إلى المريض، حتى يصل إلى الخدمات الطبية أو إلى مستشفى الجامعة أو إلى مستشفى البشير، فإحنا بحاجة إلى أجهزة. أيضا في مشكلة نقص الأدوية، نقص الأدوية وبالذات الأدوية يعني مرضى السكر. أنا كثير براجع يعني هذا المراكز الصحية وخاصة في جامعة موتي، في نقص في الأدوية، في نقص في يعني التصوير، الأجهزة، أجهزة التصوير يعني المتقدمة، الرنين والكثير يعني الأوقات يعني بيعطوك مواعيد بعيدة. القطاع الخاص في الكرك يلقى اهتماما أكبر من القطاع الحكومي، حيث يوفر القطاع الخاص أغلب الأدوية للمرضى. بالنسبة للقطاع الحكومي، وزارة الصحة يعني تبقى عاجزة على توفير جميع الأدوية بالنسبة للمرضى أو المؤمنين لديها. أما أنا بالنسبة لي فأنا مؤمن لدى القطاع الخاص، والقطاع الخاص قادر على توفير هاي الأدوية، وإذا في حال ما توفرت الأدوية فأكيد في بديل لها، يعني موجود في السوق في الصيدليات منتشرة يعني أكيد. وزارة الصحة يعني مشكورة على جهودها، بس في النهاية هي في أدوية معينة تنقطع من المصدر أو في أدوية معينة ما بتكون موجودة، بس متمنى توفر هذا البديل لها على طول. مناشدات الأهالي للحكومة كثيرة بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية في الكرك وتخفيض أسعار الأدوية المحلية وتفعيل الرقابة على عملية صرف الأدوية الطبية بسبب صرف أدوية زائدة عن حاجة الفرد. نطلب من الحكومة حوسبة المراكز الصحية، ونطلب أيضا تنزيل الأدوية الأردنية أسوة بالدول المجاورة نسبة للأدوية المستوردة، حيث يوجد أدوية أردنية أغلى بالسعر من الأدوية الأجنبية. النهوض بمستوى الخدمات الصحية في جميع محافظات الأردن مسؤولية الحكومة ومسؤولية المواطن، فاحرص على تفعيل دورك تجاه بلدك.